ده انت اللي هتعمل مكرونة. لا انت يا بطاطا مش انا. تعالى يا كوكو، كوكو هيساعدك مكاني. يلا. السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ معلش امك كانت بتطلع السلم. السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ فنزات محمد ابو احمد. طب انا قاعد معاها بقى. وقال لي عايز صينية مكرونة، قال لي وريني طريقتها بتتعمل ازاي. قلت له يا محمد خش على الفيديوهات بتاعت الاشراف. قال لي لا صورها لي دلوقتي. طب اعملها انت، ما رضاش. هاجي اعملها جنبك. طب هنبدأ بقى بسم الله. لما صلى على النبي حطينا ادي حلة فاضية. حلو. ركز اهو، ركز. قول لي مين بقى احسن واحد بيعمل مكرونه في اخواتك؟ اما ندوق. لا يعني انت كل ما تاكلش مكرونه. مش فاكر بقى 30 سنه ما بتاكلش مكرونه. لا نشوف. اقول نفس الكلام تاني. مين احسن واحد يا موزه بيعمل مكرونه؟ تقفل يا كوكو الباب اللي عندك ده. ست معلقه سمنه بلدي يا جماعه حلوه كده. ولو مفيش سمنه بلدي اي سمنه. انت خدت السمنه البلدي كانت في الثلاجه عندي؟ كله شغال حلو. طب وانا طالع بقى، لو طلعت بقى انت طالع تاخدها؟ لو طلعت شكل المواليد سرقتها دي. تالي مواليد حلال عليك. ده كيلو ما خدتش منه معلقه واحده حتى. عندك غير ما قبليها في كيلو اتسرق برضه، وانا كل ما اجيب سمنه بلدي تسرقوها. انا جبت 2 كيلو من عند مصر على حسابي. جماعه اللي بيحبني يدوس لايك ويتحيلوا على ستي واطبخ معاها الفيديوهات اللي جايه. حطينا يا جماعه معلقه سمنه وشويه زيت وهنعمل البشاميل. بس انا نسيت اقول لكم ايه الحاجه اللي بطرماني السمنه كان جديد ياما. بصوا يا جماعه سموا الله عشان خاطر عيون ابو احمد. شوفوا بسم الله ما شاء الله مع السجاره. لحمه بلدي ياما ولا مستورده؟ ما بجيبش لحمه مستورده، لحمه بلدي. طب ممكن سندوتش؟ دي لحمه متعصبه ومحطوط عليها صلصه. احنا في ناس اغلبيه الناس على التيك توك وعلى الفيس وعلى اليوتيوب بيعملوا بشاميل من غير صلصه. بيعملوا اللحمه المكرونه من غير صلصه. انت بتحبها كده؟ بتبقى وحشه، بتبقى بيضه من جوه. بس الناس كلها واحده كتبت لي مره قالت لي لا انا استحاله اكلها بصلصه. سيبك منها دي ما تفهمش في الاكل. كلها من غير صلصه. سيبك منها. كده يا جماعه حطينا ايه؟ حطينا السمنه وحطينا الزيت. يعني انت معانا في الخط؟ لا هنا اهو بصور. لا بتحب بالصلصه يعني؟ اه بس البشاميل قليل. طب استنى يا مور. هنحط 5 معالق بشاميل. انا بحط بالبركه. انا ممكن احط بالبركه بس انا عشان ببركه ايدك الحلوه دي. ماشي يا عسل انت يا قمر. ادي واحد ملوش تاني. 5 اهرامات كده، 5 معالق مليانين. احنا عايزين البشاميل خفيف بس احنا هنعمل كميه دي العيله وعيله العيله كده. 3. انت مش عامل البشاميل لوحدي؟ كده 4. لا هعمل لك ايه حق وكل يقول جعان. هعمل للكل بقى. ماشي كده وكده يا ولاد. بص كوبايه اللبن عليها معلقه دي كده. حطينا 5 معدل الكوبايه دي يا جماعه. طبق ما بنعطس يا ولاد. احنا خلاص حطينا. خلاص يا كوكو. ممكن نزود شويه زيت صغيرين. وممكن تعملوها، استنى يا موزه، ممكن تعملوها بسمنه بس. بس عشان ايه يبقى سايح منيح كده. طبعا انا استحاله ان انا هاكل من المكرونه. عايز اقول لكم اليومين دول جاي عليا ان انا اكل حلويات قوي مش عارفه ليه. فعايزين نتصل بقى بالدكتور ونشوف كميه الحلويات اللي احنا ناكلها قد ايه. كده حمرناها حلو قوي. مش لازم يتحمروش قوي عشان ما يتحرقش. حمرناه كده كويس. وده كيلو لبن انا جبته الصبح وخدت منه بس عملت كوبايه شاي لبن للمواليد. ما عملتليش حتى كوبايه شاي من غير لبن حتى. يا موزه مش سالته تشرب ايه؟ لا طب بس ابنك شاهد بس يا براءه. شاهد؟ لا انت كنتش نايم وقلت لي انا عايز اشرب حاجه صح يا موزه؟ قلت له تشرب ايه يا ابو احمد؟ ما رضاش. وقال لي لا مش عايز حاجه. نسكافيه، قهوه، شاي بلبن، شاي بحليب. خلص الفيديو اعمله انا واحد. يعمل ايه كده؟ كيلو لبن هنحطه كده ننزل بيه. اوعى بسم الله لما صلى على النبي. هات يا ابو احمد الشوربه اللي عندك هناك دي. هات الشوربه يا ابو احمد. اسرح خدي. ودول حوالي هنا كوبايتين شوربه. اي شوربه عندك؟ لحمه، فراخ، بشوربه لحمه. بس حلو قوي قوي كده. انا حطيت بقى بالبركه. مش احسن من البركه يا جماعه؟ اقعد يا موز. تقعدي بقى تقلبي البشاميل ده. هنقعد بقى نقلب البشاميل وهنضيف طبعا شويه فلفل اسمر. اقعد يا احمد اصبر ما تطلعش. ملح وخلاص خلص على كده. نعمل بشاميل ونجي لكم. انا بحبه كده يا جماعه عشان هو بيغلي في الفرن بيتقل. ما بنحبوش تخين قوي. انت
طب انا دلوقتي، طب انا نازل ياما دلوقتي هرجع الاقي الاكل. خلص بس حبه فلفل اسمر. ايه ده ايه ده ايه ده والنبي تحليه على ابويا، خدي معلش ورده عشان الشرب بس كان فيها ملح، مش هحط ملح كتير. معلقتين ومش كتير؟ لا ما شاء الله ما شاء الله. بص انا هطفي عليه عشان خاطر انا ما بحبش البشاميل كتير. ماشي، ما تتم بشاميل ازاي؟ انا ما بعملش. ما بتعملش بشاميل خالص؟ لا. نزل راح فين؟ طب والاكله اللي انت دبستنا فيها؟ بعد انزل ساعتين ثلاثه واجي. ساعتين ثلاثه؟ معلش بدك انت تقولها. ما انت جاي تطبخي الساعه 9 بالليل يعني. جاي تعمل لي مكرونه بشاميل 9 بالليل. هعمل ايه؟ طيب اعمل لك انا كمان. مين اللي صاحي بعد العصر؟ انا صاحي الساعه 12 قدامك زي القرد، زي الكلب قاعد قدام الباب اهو. من 12 قاعد. مين قاعد قدامك؟ انا من الساعه 12 قاعد. ما شفتكش. ما شفتنيش معلش. انا فاتحه باب اوضه الساعه 4. الف سلامة. طب انت بقى مشكلتك انت بقى. الساعه 12 قاعد. طب كده خلاص يا جماعه البشاميل كده خلاص. هنعمل واحده للكل. اهي. هنعمل فستانيه الومنيوم. ماشي. ماشي. هنا هنعمل ايه؟ بسم الله ما تسلقش المكرونه، الكفته اللي بتتسلق، الكفته بتتسلق مش المكرونه، احنا عندنا كل حاجه بتتسلق، الكفته بتتسلق، المانجا بتقطع بتتسلق، البصل المحمر بيتسلق، كل حاجه بتتسلق عندنا. كده بقى عملنا ايه؟ دي مكرونه، ده كيلو، كيسين، طبعا الكيسين يا جماعه ما بيقبوش نص كيلو نص كيلو. نحط بقى كده. بتعمل الحركه دي ولا ما بتعملهاش؟ قلت لك ما بعملش انا. لا المكرونه ما بتعملش مكرونه بشاميل؟ انت قلت لي بتعمل بشاميل من شويه، قلت لك لا. لا الحركه اللي انا بعملها ديت. ما انا مش هعملها عشان ما بعملش بشاميل ياما. لا اله الا الله. بالراحة اعصابك اعصابك. يا ولاد انا ما بعملهاش، انا ما بعملش بشاميل، اعملها ازاي الحركه دي بقى؟ طب شد اعصابك طيب، شد اعصابك. ركزي يا بطاط. انا لا ركز ماشي. ايوه انت تركزي. يا جماعه حطينا شب بشاميل. ايه ده هم دول بس؟ اه انت على فكره ما بتعرفيش تعملي مكرونه. ما بعرفش. طب وربنا وقف. وقفي وريني هتوقفي ازاي. هاخدها اكلها زي ما هي كده بمسلوقه بمكرونه بلحمتها. مسلوقه بلحمتها. انا اقول لك البشاميل ده اشربيه. ماشي كده حطينا شويه بشاميل. احنا استنى يا موزه عشان الناس تركز. يا موزه بص يا جماعه انا بحب احط حركه اللحمه المفرومه دي عشان نطعم المكرونه كلها، لكن الناس تحط المكرونه بيضه، تحط اللحمه البيضه تقوم حاطين بشاميل. انا لو عملت لمحمد الاكله دي هتبقى مفيش صح يا محمد؟ لا يا بطاطا انت حبيبتي ما اقدرش اعمل فيك كده، انا هولع بس في الاكل. هولع بس اقل حاجه. كده انا قلبت كله. ما اللي بيحبني يتحير على ابويا ياخدني معاه. ماشي. اللي بيحب اللي بيحب محمد. ماشي. اللي بيحب كوكو. اللي بيحب كوكو؟ يلا. الله عليك يا بطاطا، طب انا مش هطلع في الكاميرا ولا هطلع وانا باكل. ما تيجي تطلع يا عم. وانا باكل. تعالى يا مريم امسكي يا مريم التليفون. ابو احمد يا لا 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 ما انا كده لا، خشي له انت بس لاحمد. ماشي انت عاوز 20 واحد يخدموك يا محمد. ليه 20 واحد يخدموني؟ بقول لك اغسل وش الواد. ما قلتلهاش انت اللي قلت لها تعالي، انا ما قلتلهاش تعالي. ليه يعني بتقولي لي عايز 20 واحد يخدموك؟ ماشي. ما طلبتش حاجه من حد. الصينيه فاضيه يا جماعه مش هنحط حاجه فيها. النفسيه مالها مسافره ولا ايه؟ نفسيه راحه في داهيه. راحه في داهيه. انا قرفان اقسم بالله. طب ماشي طب اقفل. طب خلي بطاطا عشان بصي وربنا وربنا هسرق حاله اللحمه دي. يا عم اهدى على نفسك ابلح كده ليه اقول امين. هسرق اللحمه دي والفراخ اللي انت عاملاها. اسرق اللحمه اسرق الفراخ كلها تتاكل اهو. بصوا يا ما تدينيش الصينيه زيت ولا سمنه؟ ولا سمنه ولا زيت ولا حاجه. طب المفروض احط شويه بشاميل. انت نسيتنا احط البشاميل. نساني نساني احط البشاميل والله العظيم نساني. يلا يما. اعصابك يا باشا يا باشا. يلا يما كده حطينا. حطينا ايه؟ حطينا الكفته. حطينا الكفته. ايوه نحط على الكفته شويه الفراخ. ما تعصبش يا بابا فيها دول. شوف كله صح. ما تعصبش يا بابا صح. بالنبي يا ابن عين العقل. يا دول تاني ايه؟ خليك زي امك فريش. انت فريش؟ والله العظيم انا فريش. انت يور اير. طب ماشي انا يور اير كله حلو. خليك زي امك فريش. فريش اه. لا انا امي فريش في حاجات وحاجات بس انت ياما لما بتقلبي يا ساتر. انا ارجع نقول يا ساتر يا ام وليد. ساتر كلمه يا ام وليد. لو سمعت صوتك يا ام وليد هرشك ابيض. تعالى اقف معايا يا ام وليد. تعالى معايا يا ام وليد قول الكلمتين مش عايزين. تعالى بس احسن واحده فينا ايه واحنا ايه يعني. ام وليد فك الطرح البس الطرح وتعالى معايا. ما تجيش يا ام وليد. لا انا هقلت. طب هو الفيديو بتاعك. تعالى يا ام وليد. ده الوليه يا عيني بص عندها ال كله
والحمد لله. مواليد ما بتطبلش غير ليك عشان شغاله، عشان هي شغاله في فرقتك انت بس. بتطبلي ليه يا مواليد؟ لا طبل لها. ايوه قادر، يبقى مرت السمنه اللي سرقتيها لازم تطبلي لها، لازم تطبلي لها عشان السمنه. ولا اكتب على الفيديو ان انتوا سرقتوا السمنه. السمنه هي سمنه حلوه حملوه. والله ما حلوه، والله ما حلوه. انا هجيب لك سمنه من مصر ودقها. ما انت قلت لي انا هجيب لك، ما هي دي ما جايبكم، مش انا اللي جايبها. لا ده اختك جايبه صدفه. ما جايبكم، ما جايبكم برضه. سمن الصدفه وحش. بص هو اللحمه كتيره بس حظك، اللحمه كتيره جدا بس حظك. قول لي كلمه انا بطبل. لا ما تطبليش ابدا، انت احسن واحده فيهم. حق ليا مش حق ليا؟ احسن واحده فيهم. طب انا ولا عيالي؟ لا خلصي ياما انت بس. مديكي كام عشان تقولي الكلام ده؟ عطيه لي 100 جنيه نصابين والله. مديكي 100 جنيه عشان تقولي الكلام ده يا مولاي؟ اللحمه كتيره بس يلا. بيحبني يدخل على القناة يرقص فيها. يرقص فيها ماشي، ادخلوا القناة ارقص يا ولاد. كنا المفروض ما ناخدش اللحمة كلها بس يلا بقى. يلا حظه حظه. هي باصين في اللحمة كمان ولا ايه؟ لا عشان تغذي قلبك. ايه ده، هي بتغذي القلب؟ انت لو ضحكت يا محمد هتبقى الدنيا حلوة. ارجع اصور الصينية ما الاقيش نصها متاكل. انا مالي، انا مش هصور لما انت تيجي. لا سويها بطاطا. هسويها عشان لو حد عايز ياكل. سويها. طب انا هسويها. بص يا جماعة هو خارج دلوقتي هيغيب له 3 4 ساعات. طبعا الصينيه لو خرجت من الفرن قول يا رحمن يا رحيم. لا لا ما توريهاش لحد الله ما يجي. لا افرض انا عايز اتاكل هشيل لك نايبك. اكلي يبقى في الصينيه ما حدش يقرب مني. طب ما قلتش كنت عامل صينيه صغيره؟ لا اله الا الله، ما انا قلت لك، قلت لي اعمل في ده، انا اعمل لك لوحدك واحده صغيره. نرجع في اول الفيديو كنا في بدايه الكلام ده يا بطاط. لا انت هتعمل ايه يا مولد؟ احنا نعمل واحده كبيره للكل. خلاص ما تجيش تقول لي هتتاكل. الفيديو اللي كله صوته عالي ولا هو الغايب ملوش نايب؟ خلي له نايبه من لما يجي من المشوار. الغايب ملوش، خلاص الغايب ملوش نايم. بقول لك ايه، بقول لك ايه، هعمل لك طبق ليك وطبق لابنك. ما تغرفليش من الصينيه، انا اجي اقطع بنفسي. ايوه صح. مش طمني مين اللي قطعها، مين اللي كل منها وسابها، انا اقطعها من الصينيه بنفسي. احش لك نايبك يا مواليد. بابا تعالى بكره كنت بالاهل احطك على الباسبور. طبعا ادلقي ياما. خلينا نايب لبكره. احطك على باسبور يا مواليد. ايوه حطيها. انت بقى ما تحب صينيه مكرونه انا اعملها لك يا مواليد. ماشي. للغرب بتعملي اكس اكس. للغرب اكس. لينا انت رجلك وجعاكي وانا غريبه يعني؟ طب بالله عليك عادي انت ما تطلعيش. ماشي يا محمد. انا بقفشها يا ام وليد. انا بقفشها يا ام وليد والله. بالله عليك يا ام وليد انا ما بعمل لهمش حاجه. مش كل عايز حاجه بعملها له. بتعمل لي فين ده؟ اهو ما بيشوف، ما بيشوف. هو سمحت ضيف عندك كل يوم تعملي له حاجه؟ طب يعني انت شفتيني صحيت عملت؟ انت جيتي بعد الفطور. اما انا اجرت شقتي ياما ومش مستريح عندك. لا خلاص انا هرجع شقتي هشوف بقى اعمل مع الساكن ايه، هو وظروفه بقى. احنا هننزله عندي ما عنديش فيه بقى، احنا نحلها بالتراضي عشان ما يحصلش. انت يا محمد ما كنتش انا قصرت معايا مواليد؟ لا ما قصرتش. يلا يلا يلا. بص يا حبايبي كده هدخلها في الفرن، هحطها على الصاجه، ولما لا بتغلي كده من الطروف هقول عليها الشوايه. دلوقتي كده اللي عايز يحط عليها حبه جبنه رومي تحط. لا ما جبنه، ما تحطيش اي حاجه. جبنه رومي، جبنه. انا بقول لهم هم اللي عايز حط جبنه رومي، جبنه موتزاريلا زي ما انتم عايزين. يلا يا جماعه انا هرجع لكم بعد ما تخرج من الفرن. باي باي. عليكم. طب هو ايه يا بطاطا؟ نعم. مكرونه بس؟ وفي بانيه. في بانيه. اوه. وفي بانيه، عايز ايه؟ الاثنين. ايه؟ الاثنين. عايز مكرونه بانيه؟ الساعة كام دلوقتي؟ هقول لك الساعة كام؟ الساعة 8 و10. طب هو خيرك، أنا ذنبي حاجة؟ لا ما ذنبيش حاجة. جاي على طول. أنا اللي عملت، عملت المكرونة، خدت عليها ده هو اللي يعمل، أنا عملت المكرونة. مش بقى هنرجع إمتى يا جدعان؟ تيجي ما تلاقيش ماليش فيه. لا أنا هتاكل منها. أقعد جنب صينيتك المكرونة وأحرسها. قول يا رب. إيه رأيك؟ أقعد جنبها. خاف على نفسك، الساعتين الجايين. المكرونة دي مستقبلنا. أرجع ألاقيها سليمة. طب وانا مالي لو طب احنا طب دلوقتي ياسمين لو نزلت صدفة جت. قاعدة في البيت ياما كل واحدة فيهم. هو ده زمانها. سؤال بس يا جدعان. طب وانا زمانها جاية. سؤال ياسمين دي الصدفة دي مالهاش بيت؟ صدفة شقيانة. واحنا ايه كفرانين احنا؟ احنا بناكل. ياسمين مالهاش بيت؟ احنا بناكل. ياسمين مالهاش بيت؟ يا ابني حبيبي انا هو ده مالهاش بيت؟ الام مدرسة محدش بيعرف يعمل حاجة يا حبيبتي. كل واحدة متجوزة تعمل لجوزها. ما حدش ما هم بيعملوا لجوازاتهم. بس مش زي امك. اما صلى على النبي يا جدعان عشان الكلام ده بيزعل. انا دلوقتي ما عنديش زوجه، يبقى انت اللي تعملي لي اكل. هم كل واحده تعمل لجوزها ولا انت تطبخي ليهم ولجوازاتهم؟ لا صح كده. انا مع محمد. ردي بقى. ايوه ما ده حق ربنا. استنى انت 100 جنيه. لا لا ده حق ولا رب حق ربنا. صح. ما تهتمليش باولادك قوي يا ام خلفه البنات. هقولها لك للمره العشرين يا اللي مخلفه بنات. طب احكم يا جماعه ولادك انت اللي مفشلاهم بسبب
ان انت مرحرحه لهم كل حاجه في المطبخ. ما بعملهمش حاجه والله العظيم. هدى بتعمل حاجات. انت لسه بتقولي اهو دلوقتي. بقول لك افرض جم يا جماعه وكلوا، انا هقول لهم لا. هدى بتعمل حاجات في بيتها. بقول لك ايه يا بطاطا؟ ساعات اللي هيخش المطبخ ده بعد ما انزل هغزه. غزه هتشوفه. من من الاخر اللي هيخش المطبخ ده هغزه. وادي يا موزه تقعد تحرس المطبخ ده على ما اجي. هما هيمشوا. انا ما هيمشوا. يا محمد انا جيت معاك اهو. اه يا ام وليد. انا عارفه انا جماعة. ايوه الفرن سخن ولا انا مين اول يعمل لي اكل؟ مش امي؟ امي مش اخواتي. كنت انا عرفت الحل. طب وبعد امك؟ انا بقى اتكفل بنفسي انا. طب انا بولعها الفرن. انا بولعها الفرن. اسمع انا دخلتها كده على الفرن سخن. يلا يا جماعه طه على السجق. على السجق جماعه بصوا انا فهمت مخدتش ومحتاج حد ياكل المكرونه المشاميل. هنحط فرخه على باب الشقه عشان هنحط بقى كميه. هنحط كميه عشان بقى حد يدخل يتعور في الفخ. بص يا جماعه سلام يا موسى. هما اللي هينزلوا هياكلوا وهشيل هو نايبك. ايه رايك؟ بقول لك ايه يا ماما انا هاكل بره. كف نفسك انت وعيالك. يلا كنا كنا احسن. بس اقول لكم حاجه. اقول لكم قبل ما تقفل اقول لكم حاجه. هاجي بالليل وربنا ما يدوقها. يلا يا جدعان سلام عليكم. خلاص خدها ليا. مش بالمزاج. هات الفيديو. هات الفيديو مكرونه ليا. ما حكتي خدي الفيديو. لا هتعرفي خدي خديها. هات الفيديو هات المكرونه. خدي التليفون اهو. خلاص ماشي. هات الفيديو هات المكرونه. طب خلينا نروح ونيجي بقى. راح فين يتفسح؟ ناخد معاك. مش ده منظر واحد يتفسح راح مشوار يما. بس راح تخطب. حسب الله ونعم الوكيل. باي باي. حبايبي ابو احمد مشي وطلعت له صينيه المكرونه بعد مرور نص ساعه بالظبط. سبتها لما لقيتها بتغلي من الطروف. رحت طافيه من تحت. هي كانت على الصاجه. رحت مولعه لها الشوايه. طبعا بقى انا مش هقطع منها دلوقتي. طبعا لو اللي عايزها سايحه وجوسي كده وسايحه ونايحه زي ما بيقولوا تقطعوها وهي سخنه. طبعا هي سخنه مولعه. عايزينها خرط تستنوا لما تبرد خالص خالص خالص. في ناس بتحبها خرط وناس بتحبها سايحة كده كأنك حتى عليها حبة بشاميل وبتاكلها كده. دي طبعا لو انتوا عايزينها كده تاكلوها اول ما تطلع من الفرن. عايزينها بقى خرط فعلا. انا معلش بعيد الكلام عشان اللي ما خدش باله ياخد باله. طبعا انا عملتها له. واستنى هنستنى بقى طبعا لما تبرد وهنشيل له نايبه. هسيبه له في الصينية. هيجي طبعا بقى ويشوف فيها قد ايه وياكل بالهنا والشفا. طبعا محمد ابني عزيز غالي عليا. انا يا جماعه والله العظيم ما بفرق بينه وبين العيال كلها. العيال كلها واحد. عندي محمد زي البنات كلهم زي بعض. ما طبعا ما انا ما بفرقش من حد خالص. يلا بقى انا مش هقفل معاكم الفيديو. طب انا هقول لكم سلام عليكم. جربوها بالطريقه ديت. ودي طريقتي في المكرونه. احنا ما بنعملهاش بيضه خالص. سلام عليكم.